السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة في الفيديو ده هنشرح لكم طريقة كتابة محمد رسول الله بالخط الديواني. والخط الديواني من الخطوط الجميلة اللي فيها انحناءات، وهتشوفوا في الفيديو كتابة محمد رسول الله بطريقة جميلة جدا. يلا بينا على الشرح. Thank you.
المتابعين، لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم منها كل جديد.